السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نكتب كلمة على الفيديو. اول حاجة اعملها اجي هنا واقول له مثلا عايز اعمل فيديو، واقول له مثلا خد لي اللقطة ديت، وليكم مثلا لقطة تانية هنا، انا عايز في الفيديو ده بس ايه احط ايه كلمة تكون شكلها شيك. طيب هقول له انا موافق على الفيديو دوت، وهاجي هنا في الاف اكس، وهاجي هنا على الفيريس واقول له انا عايز تكست. هاجي اكتب هنا بقى الكلمه اللي انا عايزها، وليكن مثلا بيم اريبيا، اي كلمه انت عايزها. طيب انت عايز تبدا في اول فيديو ولا في اخر فيديو؟ طب خلينا نشغل كده، وكل ما اعمل عدل هنشوف التعديل اللي ده حصل ازاي. تمام، الكلمه ظهرت هنا. ممكن تخلي الكلمه دي في الاول خالص، اول ما تيجي تعمل فيديو تلاقي الكلمه ظهرت لك. طيب هتظهر كام ثانيه؟ ممكن نخليها تظهر لمده ثانيه واحده مثلا وتختفي، ممكن نخليها لمدة عدد من الثواني. تمام، ممكن في الان والاوت يقعد كام ثانية يعني، ما تقعدش. ممكن نخليها لا تقعد فترة على ما تظهر، وتقعد فترة ما تختفي. تكست سايز قد ايه، واللوجو سايز قد ايه، كل الحاجات دي نقدر نخليها نتحكم فيها. ممكن التكست سايز خلينا هنا، هقول له تكست سايز هنا ضيف لي كي فريم، وبعد فترة ضيف لي كي فريم تاني بتكست مختلف، يعني حجم التكست يكون أكبر أو أصغر أو كده. تمام، فلما تيجي هنا في الأول وتقول له اظهر لي، هتلاقي حاجة صغيرة وبعد كده إيه يكبر وبعد كده يختفي. طيب ممكن تيجي هنا في الإيديت وتختار بقى الشكل اللي أنت عايزه من الأشكال ديت، يعني ممكن تختار مثلا حاجة بالشكل دوت، وتختار اللون اللي أنت عايزه وتقول له أوكي. بص هيظهر بقى شكل، هيظهر بالشكل الجميل دوت. فانت كده عامل حاجة احترافية. ممكن تقول لا طب انا عايزة تظهر بشكل تاني، وليكن مثلا بالشكل دوت. ففي اشكال كتيرة جاهزة، في بعضهم بيغطي على اللوحة كلها حاجة بالشكل دوت. تمام، ممكن تقول لا انا عايزها بالشكل دوت. وكل واحدة من دول في اقتراحات للشكل نفسه، يعني أنا عاجبني مثلا الشكل كده، ممكن تقول له أنا عايزها مثلا بالشكل دوت. ممكن تختار في أي جزء من الأشكال، اليمين شمال فوق تحت، تختار الفونت، تختار اللون. ولو مش عايز الإفكت دوت تدوس مرتين هنا يخفيه على طول.